عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا على خير وبخير، لقاكم هذا الفيديو على خير وبخير، ناقصكم حتى خير. اليوم نوجدوا واحد الطاجين باللحم ديال البقرين ونخضروا بجلبانه والبسباس. بسم الله نبداو الطريقه. الطاجين ديال كل نهار يومي كيجي رائع. بسم الله نبداو بهذا اللحم، نحطوا الحيمه ديالنا، نعملو مليحة، نشعل على الطاجين دابا، عندي هدا البزار، سكنجبير، قزبر يابس، خرقوم البلدي، نزيد واحد شويه ديال المطايب، شرمل هاد الحيمات بهاد العطريه، كتزيان نزيد البصلة، نزيد الزيت، نسلقو دابا على الخضرة البسباس، كنحيدو له هادو، كيكونو نحيدو له هاد الوراق اللي كيكونو عندو صفرين، نخليو على الوراق اللي زوينين نقطعوه، نقيوها هكا مزيان، نحركو مرسومات، بهاد الشكل ملي شويه ديال الملح، نخليها حتى نحتاج نحطها تيطيب الطاجين، كي تحتاجو كنبغي تتعمري شي رغايف ولا شي حاجه كيتشحروا كيدارو صحيين زوينين. دابا نفرك هاد الجلبانه،
غادي نتبع هكا تنسالي الطاجين ديالنا بعدا نخليه حتى غلى هكا وتقلى. كنبقى نقلبو غير بحال هكا الزيت بحال هكا بحال هكا نزيد دابا هاد المعدنوس اللي دابا غادي يجي هكا للطياب غادي نزيد عليه الخضره السباس حنا صيبناها السباس حنا صيبناه هنا كتشوفوا بقيتو خليته هنا مع شويه ديال الملحه بحال هكا نحلو بحال هكا شويه نخليه هنايا حتى يجي للطياب الطاجين غادي نزل ليه السباس وجلبان البان هي عندي هنا جلبانه ما كنعمل لها لا من الحاله ولا علمه صافي ونخليهم هنا حتى يقرب الطاجين يطيب ان شاء الله ونتلاقاو. الطاجين ديالنا بعد ما جا الطياب رخفناه عليه راه دابا جا الطياب دخلو الطياب تحرك كنديرولو بحال هكا بسم الله. دابا نحطو الخضرة صافي. دابا نغطيه وحطيه نغطيه يطيب ونقصو عليه العافيه ونخليه حتى يطيب لي طيب نهزو المريقه من الجناب نبقاو ندوزو هكا على الجلبانه وهاد البسباس كيجي رائع تبارك الله. شوفوا الطاجين شنو دار دابا رجع للطياب كنبقاو نهزو المريقه بحال هكا شفتي ديك الجلبانه كتشرب مريقه صافي نخليه يزيد يطيب له الطاجين ديالنا بعد ما وجد كيجي في هذا الشكل. دابا صافي راه طاب ما بقى غير نقدموه نطفي عليه صافي نخليه يبرد ونقدمو كيجي في هذا الشكل كيجي زوين طاجين رائع ايه. نتمنى تجربوه لعجبكم لايكات مشاركة أزيكم بخير وجربوه الصحة والراحة والسلام عليكم لفيديو آخر إن شاء الله.